السلام عليكم. اليوم رانا في زيارة أحد الوجوه معروفة هنا في الوسط الشعبي الجيجلي من عائلة رياضية محمد تلوهامي الحاكم السابق خونا عبد الحق الجيتوكا. اليوم رانا في زيارة خونا زينو. عايشين في مونديال عالي أمر زينو في حالة مرض وتعرض مؤخرا لإصابة أخرى على مستوى الكتف وعلى مستوى الباسان. جينا نزوروه ونطمنوا عليه ونشوفوا الحالة تاعو إن شاء الله، كاش ما الناس تعاونوا إن شاء الله باش يخرج من هذه الحالة اللي فيها إن شاء الله. تابعونا إن شاء الله. كسر الباسان تاعي في مير تاع الباسان و عندي ليبول غوشاني تكسر، ما هذا المرض اللي عندي من الأول تاع البومون. الحمد لله و هادي كاتبه من عند ربي في الأمان لله و الحمد لله. أنا نبوندي و الحباب اللي يعرفونا كامل يجيو يزورونا يشوفونا يعطيونا كاش نظرة على المرض هذا، بالاك يشوفونا يعطيونا الكاش مي شي ليجان صحيح كاش هذا. واش نتموندي انا؟ ما راه نتموندي حتى شي، نتموندي العباد اللي يعرفو شي ليجان صحيح ولا يعطينا يشوفو كيفاش نديرو لهاد الباسان هذا. هذا ما كان هذا واش نحتاج انا؟ ما نحتاج والو، الحمد لله الحباب وقفة معايا و الحمد لله ما يخصني والو. الحباب نتاع جيجي من مليون فناني ملك الوقف معايا ما خلونيش الحمد لله، وكثر خيرهم وربي يجازيهم ان شاء الله. ان شاء الله بعد الفيديو راح تكون وقفة خلاف من الرياضيين اللي رياضيين على مستوى جيجي ان شاء الله. ماذا بينا ماذا بينا جميعا وكم كل جميع من الناس اللي تعرفين وما زهلا كفنان وما رياضيين ولا فنانين ولا هذا بيا غير ديجا يجيوني للدار يزوروني ديجا الدنيا ما فيها، كيوقفو معايا هكذا يحكيو معايا الدنيا ما فيها. باش نعديو هذا ان شاء الله، هذا الحالة نعديوها بخير ان شاء الله. باش كنت كلك شوية وكون كنت كلك بزاف ماشي غير شوية. شفتو كي تقعد وحدك في الدار راك على بالك. هذا واش من الناس جميع من يعرفوني من الميليو تاعي تاع الفنانين ولا الرياضيين ولا اللي يعرف زينو مازولا يا خويا جيب لي هذه برك، واللي يعرف كاش شي ليجي صحيح ولا يوريونتينا نشوفو كاش ما نديرو هاد حل هاد الباسان هذا. هذا ما كاش ما نبرو في اقرب وقت ممكن ونوليو للضمان الفني تاعنا كيما كنا. خاصة بهاد الحادثة حبست حبست العلاج تاعك تاع تاع البومو، حبست الراديو ثيرابي. ما نقدرش باسكو ما نقدرش ندير الراديو ثيرابي وانا مسيزي بالك، مازالو لي 10 تاع لي سيونس ما نقدرش نكملها. والحمد لله ابتلاء من عند ربي نقول الحمد لله. مرحبا بشي اللي عطاني ان شاء الله فيها خير ان شاء الله خويا. ان شاء الله بارك الله فيك. وفيك بارك الله خويا. بون بسم الله الرحمن الرحيم. نشكرك على هذه الزيارة هذه الأخ مصطفى، راك تكون بعمل ما شاء الله، يعني راك تزور الرياضيين القدماء لي ميزيسيان ما خليت حتى بلاصة يعني تدور، يعني ربي يجازيك وربي يعطيك. اليوم جيتنا لافامي توهامي على خونا زينو.
نطلبوا له الشفاء، هذه ابتلاء من عند الله. الحمد لله الشيء اللي معطى الله، نطلبوا له الصحة والعافية ويولي كما كان خير على بكري، وهو يطلب من الناس اللي يعرفوه كامل يجيو يزوروه يزوروه. كي كيقعد وحدو دي فوا هكذا وحدو كي كديك عليها، وتعرف الواحد ما مريض لازم نسولاجيوه ونهضرو معاه ومنخليوهش وحدو ديما. طهور ان شاء الله، ونطلبوا الشفاء، نطلبوا الشفاء من الله عز وجل. ويعطيك الصحة مرة تانية أخونا مصطفى، وبارك الله فيك، وتحيا بك، وفيف لا جيزي لاكسيسو إن شاء الله. إن شاء الله خير إن شاء الله. هذه متابعينا الكرام، كنت مع أخونا زينو. يا خويا إن شاء الله يكون الميساج إن شاء الله وصل، يجي زوره، يجي يبلغوا عليه إن شاء الله، واللي عنده كاش معرفة إن شاء الله باش يداوي يعاود يولي إن شاء الله زينو نعرفوه إن شاء الله. يا خويا يقدم يد المساعدة إن شاء الله. تحية لجيالتي وبشكر خويا زينو إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طلع لجيالتي. إن شاء الله إن شاء الله.